we are here to try to help to develop the skills of the youth to be as to improve the football of each country. اللي اكتشفناه انه في كثير مواهب بالامارات. نحن قدرنا يعني 70 80 موهبه اثقلناهم مهاراتهم وقدروا تطوروا وشاركوا بدوري اتحاد الامارات الاكاديميات، طلعوا الاول وربطوا كل الانديه.